النهاردة إن شاء الله هنحل relation between inscribed angle and central angle subtended by same arc. In each of the following find the measure of the angle denoted by question mark. أول حاجة هنا مطلوب مني أجيب measure of angle C، فأنا عندي C دي inscribed angle والأنجل M central angle، وفي relation بين الانسكرايبد والسنترال إن measure of inscribed equal the measure of central angle subtended by same arc. يعني لو بصينا الـ EMB اللي هي central الأرك بتاعها AB والانسكرايبد ACB برضو same arc، فهنا الريليشن بينهم إن الانسكرايبد half central، يبقى هنعمل half time 110. السؤال اللي بعد كده هتطلع طبعا أولى 55، اللي بعد كده نفس النظام الـ ACB دي هنا angle inscribed والـ AMB برضو central والأرك بتاع الاتنين AB، يبقى therefore measure of angle C half time 102 تطلع 51 degrees. السؤال اللي بعد كده عاوزين نجيب الـ M، الـ M دي central angle الأرك بتاعها الـ AB والـ ACB inscribed angle، الريليشن بينهم إن الـ central twice inscribed عشان الاثنين ايه subtended by same arc، يبقى therefore measure of angle M equal 2 times 35 equal 75 degrees. اللي بعد كده برضو هنا مطلوب مني الـ AMB اللي هي central، طب العلاقة بينها وبين angle C هي twice C لأن C دي inscribed، طبعا C inscribed ليه؟ لأن ال vertex on the circle. احنا عندنا الـ MB equal الـ MC equal R، يبقى therefore measure of angle B equal measure of angle C equal 30، يبقى therefore AMB 30 تايم 2 تدينا 60 بيكوز ان دي انسكرايبد ودي دي سنترال وهنا الام سي انسكرايبد. فيجر 5 مطلوب مني اجيب ميجر اوف انجل سي، انا عندي ان التراينجل ام اي بي ده ايكوالاترال، يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل ام ايكوال 60، يبقى ذيرفور سي هاف تايم 60 ايكوال 30. هنا عندي ان الانجل سي 45، يبقى اقدر اجيب الام ال central twice inscribed، يبقى 2 times 45 هتطلع 90، وانا عندي ال MA equal ال MB equal R، يبقى therefore MAB equal MBA equal 180 minus 90 divided 2، يبقى كل واحدة من دول تطلع 45 degrees. figure 7 عاوز اجيب ال angle C، انا هنا عندي ال BMC دي central وال inscribed بتاعتها A، فانا عندي الريليشن بينهم من الانسكرايبد هاف سنترال، يبقى الايه هتطلع 40، وزيرفور انا عندي وسنس ان الام اي ايكوال ام سي، يبقى زيرفور برضه سي هتطلع 40. السؤال اللي بعد كده اداني الانجل الاي دي 32 والانجل بي 25، وطالب مني اجيب الانجل اي ام بي، دي عشان احلها لازم نعمل كونستراكشن كده، هنوصل الام بالسي، يبقى انا عندي دي 32، يبقى برضو الجزء ده هيطلع 32 لان radius equal radius، وهنا 25 يبقى دي هتطلع برضو 25 لان 2 radii equal in circle، يبقى هنا عندي دي 32 ودي 25 عشان اجيب central، فهي central دي twice inscribed هنعملهم plus ونعملهم time 2، يبقى انا كده جبت مين؟ جبت central angle. figure 9 مطلوب مني اجيب الانجل AMD والانجل دي central، علشان نجيب السنترال يبقى لازم نجيب هنا الانسكرايبد اللي هي الاي بي دي، لان الاثنين دي السنترال انسكرايبد سبتندد باي الارك اي دي. انا هنا عندي ان البي سي تانجنت، وسنس ان البي سي تانجنت يبقى ذيرفور الام بي بيربنديكولار على البي سي، يبقى الانجل دي كلها هتطلع بكام؟ دي كلها هتطلع ب 90، واحده منها 50، يبقى دي كام؟ 40، يبقى الانسكرايبد 40، يبقى السنترال 40 تايم 2 تطلع 80 ديجريز. سؤال فيجر 10 عاوزين نجيب الانجل اي كلها، فانا عندي دي الانجل ام دي سنترال، يبقى اقدر اجيب الدي هاف تايم 140 هتطلع 70، يبقى الانجل دي 70. وخدنا بقول اعدادي ان انا عندي الاي سي اداني ان هو بارلل للبي دي، فالاثنين دول انتيريور وسبلمنتري، انا جبت دي ب 70، يبقى دي 180 ماينس 70 تطلع 110 degrees. السؤال اللي بعد كده فيجر 11 طلب مني اجيب الانجل دي، تمام كده الانجل دي طبعا هنا دي انسكرايبد، فنشتغل اول حاجه في بارالل، فمن البارالل الانجل دي موجوده، يبقى جبت الانجل اي ام دي برضو 40 هتطلع الترنت انجل، طب الانجل دي انجل سنترال،
يبقى اقدر اجيب ال B هتطلع half لان ده inscribed هتطلع half 40 20 وعندي ال M B equal ال M D طالما دي 20 يبقى الجزء اللي عندي ال D برضو يبقى M D equal M B والايسوستس يبقى دي برضو تطلع 20 degrees. هنا figure 12 طالب مني اجيب ال angle M. انا هنا عندي ال angle A B C دي هنا inscribed يبقى اقدر اجيب السنتر بتاعتها اللي هي الجزء اللي بره الرفليكس اللي بره دون يبقى هنعمل 140 تايم 2 هيطلع الجزء اللي بره ده كام 280 وانا عندي دون اكيوميوليتيف انجل اراوند بوينت 360 يبقى اقدر اجيب الجزء دون 360 ماينس 280 وتطلع 80 ديجريز. سؤال فيجر 13 عاوزين نجيب الانجل سي اللي هي الانسكرايبت فانا عندي هنا السنترال 130 يبقى اقدر اجيب الرفليكس اللي بره ديا هما كلهم 360 بس 360 ماينس 130 دي تطلع 230 طب ديا هي السنترال ودي الانسكرايبت بتاعتها ليه لان ديا السنترال ديا ده الارك بتاعها اللي هو الاي بي ميجر وهو طبعا الانجل سي هي هاف الاي بي ميجر فاحنا جبنا ديا ليه 360 ماينس 130 يبقى دي الهاف بتاعتها هنعمل هاف تايم 230 تطلع 115. السؤال اللي بعد كده طالب مني اجيب السي برضه سي هنا انسكرايبد يبقى يفضل اجيب السنتر بتاعتها لو اقدر يعني او لو هي مباشره خلاص فانا عندي الام بي ايكوال ام اي ايكوال ار يبقى زيرو الانجل اللي برضه تطلع 25 طب دي 25 ودي 25 اقدر اجيب السنترال دي يبقى 180 ماينس 150 يبقى دي 130 جبت دي 130 اجيب الريفلكس بتاعتها 360 ماينس 130 تطلع 230 يبقى دي 230 اقدر اجيب بقى السنترال دي الانسكرايب دي هاف تايم 230 تطلع 115. السؤال اللي بعد كده طالب مني اجيب الانجل سي برضو السي دي انسكرايب يبقى يفضل اجيب السنترال اللي هي دي لو اقدر يعني انا هنا عندي في باراليل دي 55 يبقى اقدر اجيب الانجل دي 180 ماينس 55 يبقى جبنا الانجل دي تطلع 125 اقدر اجيب بقى السنترال دي 360 ماينس 125 جبنا دي وطبعا ايه الانسكرايبت هاف سنترال يبقى كده المساله خلصت. اخر واحده عاوزين نجيب الانجل سي طبعا في دروس بعد كده يا اولاد هناخدها هنلاقي حلول اسهل من كده بس احنا خلينا في الدرس بتاع النهارده. هنا انا عندي الانجل دي انسكرايب يبقى اجيب السنتر بتاعتها يبقى اعمل هنا كونستراكشن كده دي 70 يبقى دي تطلع 140 هو طالب من الانجل سي يبقى اجيب برضو السنتر بتاعتها جبنا دي 140 يبقى الجزء اللي بره ده 360 ماينس 140 يبقى 120 ودي سوري دي 140 يبقى دي 220 ودي الهاف بتاعتها تطلع 110 degrees. هنا مطلوب مني اجيب الفاليو بتاع الواي انا عندي دي انسكرايبت ودي سنترال العلاقة بينهم ان السنترال توايس انسكرايب يبقى انا كده عندي ان الواي بلس 10 ايكوال 40 تايم 2 80 ومنها الواي تطلع 80 ماينس 10 تطلع 70 ديجريز. المسألة اللي بعد كده اداني هنا السنترال 3 زد بلس 20 واداني هنا الانسكرايب طبعا العلاقة بينهم اول حاجة الاتنين اي ام بي والتانية اي سي بي subtended by same arc ال AB طالما الاتنين بيبصوا على نفس الارك يبقى هنا ديا دي السنترال ودي الانسكرايبت بتاعت نفس الانجل او نفس الارك يبقى هنا عندي ان السنترال اللي هي 3 زد بلس 20 ايكوال twice ال 170 يعني 140 وكده هلاقي ايكويشن عادي يبقى 3 زد هنعمل ده ماينس ده يبقى 120 ومنها الزد بس 120 divided by 3 تطلع 40 degrees. السؤال اللي بعد كده برضه عاوزين نجيب ال L انا عندي دون ده هنا ال inscribed يبقى اجيب السنتر بتاعته اللي هي ال AMB بس ميجر ال AMB ميجر او ال AB ميجر arc فطبعا ديا وسيلنا هتبقى twice ال 115 هتطلع 230 يبقى انا عندي هنا 230 وبلس الانجل دي اللي هي 3L بلس 10 كل ده اكيوميل حوالين الام ده كله ايكوال 360 منها يبقى 3L
هنعمل ده بلس ده اللي هو 240، يبقى هنا 360 minus 240 منها 3L هيطلع 120، وبرضو منها ال L هتطلع 120 divided 3 تطلع 40 degrees. هنا مطلوب مني اجيب الانجل زد، تمام كده. السي هنا دي او اللي عاوزين نجيب الفاليو بتاع الزد، السي هنا دي انسكرايبد، الارك بتاعها بيبص على الارك دون، يبقى مين بيبص على الارك دون اللي هي الاي ام بي. يبقى نجيب الاي ام بي هنا ستريت، يبقى 180 ماينس ال 85، يبقى كده الاي ام بي هتطلع 95. يبقى انا كده وصلت للميجر انجل اي ام بي طلع 95 ديجريز. طب ايه العلاقه بينه وبين الانجل دي؟ انا عندي دي هاف السنترال، يبقى انا عندي ان الزد بلس ال 15 ايكوال هاف 95، هاف 95 اللي هتطلع 47.5 ديجريز، تمام كده. وبعد كده دي او دي الناحيه الثانيه ماينس، تبقى المساله خلصت. السؤال اللي بعد كده عاوزين نجيب الفاليو بتاعت الاكس دي هنا inscribed ودي central، العلاقة بينهم ان ال central twice inscribed. يبقى انا عندي ان ال x plus 135 twice inscribed دي يعني equal to x، خلاص ال x هتيجي هنا بالنيجاتيف، يبقى ال x تطلع 135 degrees. السؤال اللي بعد كده عاوزين نجيب ال value بتاعت ال z وال y، تمام كده. ادي الرسمة هنا عشان ايه لو مش باينة، برضو مش باينة، نصغر شوية. انا عندي الانجل دي ب 50، وهنا دون الام اللي هو السنترال، فهنا دون عندي ايسوسلس ترينجل، يبقى الجزء ده كله هيطلع ب 50 ديجريز. دي 50 ودي 50، اقدر اجيب الفيرتكس دي، يبقى 180 ماينس الاتنين دول، يبقى الانجل دي هتطلع 80 ديجريز. انا عندي دي سنترال، يبقى اقدر ببص على الارك ده، ودي ببص على نفس الارك بس دي انسكرايبد، فهتبقى الهاف بتاعتها، يبقى الواي تطلع ب 40. انا عندي الترينجل ده ايسوسليس، السايد ده قد السايد ده، طب دي 40 يبقى دي برضه 40 زيها كده. اقدر اجيب الزد 50 ماينس 40 تطلع كام؟ تطلع 10 ديجريز. السؤال بعد كده choose the correct answer from those given knowing that ان الام is the center of the circle. The measure of the inscribed angles angle equals dots measure بتاع السنتر، احنا قلنا العلاقة بين الاتنين الانسكرايب half center، يبقى الاجابة letter A. The ratio between the measure of central angle and the measure of inscribed angle has same subtended by same arc او the same subtended arc. يبقى هنا قال لنا السنتر الاول وبعد كده الانسكرايب، يبقى الريشيو هيطلع 2 to 1. السؤال اللي بعد كده بيقول الميجر بتاع السنترال 100، يبقى الميجر بتاع الانسكرايبد انجل هاز السيم سبتندد ارك، هتطلع طبعا هتبقى الهاف بتاعتها تطلع 50 ديجريز. سؤال نمبر 4 ان اوبزيت فيجر سي اي وسي بي تو تانجنت للسيركل ام وسي بي 70، عاوزين نجيب الانجل اي دي ام. اي دي ام الانجل اي دي ام دي نوعها ايه؟ نوعها انسكرايبد. يبقى انا لو جبت الدرس ده اجيب السنتر، يبقى مفيش مش يبقى خلصت المساله. انا عندي دون ال CA tangent، يبقى ال MA perpendicular، يبقى ال MA C equal 90. نفس النظام ال CB tangent، يبقى ال MC perpendicular على ال CB، برضو ال MB C equal 90 و 90 و 70. اقدر اجيب الفضلة 360 minus 90 plus 90 plus 70 تطلع 110، يبقى جبنا الانجل دي 110. طب ايه العلاقة بينها وبين دي؟ inscribed half 110 تطلع 55 degrees، يبقى الاجابة letter B. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا عندي ان ال AB AM sorry bisect BAC، تمام كده. عاوزين نجيب الميجر بتاع الارك BC، طبعا هو الميجر بتاع الارك هو الميجر بتاع السنترال انجل اللي هو توايس الانسكرايبد انجل. فانا عندي دي 25، تمام كده، وهنا الريديوس ايكوال ريديوس، يبقى دي برضه 25 زيها، وداني دي ستار ودي ستار الاثنين ايكوال 4، يبقى دي 25 ودي 25، يبقى هنا دي الانسكرايبد كلها تطلع 50، يبقى السنترال 100، يبقى الارك هيطلع 100 ديجريز، يبقى الاجابه لتر سي. السؤال اللي بعد كده ان اوبست فيجر اي بي دايمتر سيركل ان والاكس واي تانجنت والاي ان سي 40، عاوزين نجيب السي بي واي. سي بي واي عاوزين نجيب الانجل ده. اول حاجه انا عندي دون دي هنا سنترال، الارك بتاعها اي سي، برده هنا انسكرايب، يبص على نفس الارك، فهنا الانسكرايب هاف سنترال دي هتطلع كام؟ تطلع 20.
وانا عندي ان البي واي تانجنت يبقى ان بي بيربنديكولار يبقى ان بي واي دي كلها 90. انا جبت دي ب 20 يبقى الجزء اللي فاضل 90 ماينس 20 تطلع 70 ديجريز. اللي بعد كده بيقول لي اوبزيت فيجر عاوزين نجيب سي اي ام سي اي ام اللي عاوزين نجيب الجزء ده بس تمام كده. انا هنا عندي الانجل دي 50 تمام يبقى دي برضو 50 يبقى الانجل دي هتطلع كده 100 سوري 50 و 50 يبقى دي 80 جبنا دي 80 يبقى كده الجزء ده هيطلع 40 عشان دي انسكرايبد. فاضل اجيب الانجل اللي ناقصه دي طبعا دي هنا دي 40 تمام كده وعند الارك قد الارك يبقى الكورد قد الكورد يبقى الترينجل ده ايسوسليس يعني ايسوسليس يعني الانجل A كلها ايكوال B كلها وكل واحدة منهم هتطلع 180 - 40 / 2 يبقى دي كلها هتطلع بكام 70. طب دي 50 يبقى الجزء اللي فاضل يطلع كام 20 ديجريز اللي هي ايه اللي طار ايه اقولها تاني دي 50 يبقى دي 50 يبقى دي 80 دي توايز دي يبقى دي 40 ارك قد ارك كورد قد كورد ايسوسليس ترينجل 40 كل انجل منهم 70 ماينس 50 يبقى الجزء اللي ناقص ده كام 20 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الانجل A بلس الانجل B M C ايكوال 150 عاوزين نجيب الانجل A. طبعا عندي في علاقه بين ال A وال M ان ال A هاف ال M فهنسمي ال A دي X تمام كده وعندي الانجل B M C فهي توايس يبقى هنا دي 2 X كل الكلام قال لي بكام قال لي ب 150 يبقى X بلس 2 X 150 يعني 3x 150 ومنها الاكس الواحده تطلع 150 / 3 تطلع 50 ديجريز والاكس دي اللي هي الانجل A يبقى ذيرفور الميجر في انجل A هيطلع 50 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا الام ماينس الاي ايكوال 50 تمام كده عاوزين نجيب الاي نفس الكلام العلاقه بين الاي والام ان هي هاف هنسمي الاي دي اكس والام 2x يبقى الام ماينس الاي الام اللي هي 2x يبقى كده عندي ان 2x ماينس الاي اللي هي الاكس ايكوال 50 و2x ماينس اكس يعني اكس واحده بس ايكوال 50 والاكس اللي هي يمين الاكس اللي هي الاي يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل اي ايكوال 50 ديجريز. سؤال نمبر 4 ان اوبوزيت فيجر اي بي سي از انسكرايبد ان ذا سيركل ام والميجر اوف بي ام سي 130 والاي سي بي 50 عاوزين نجيب الانجل اي بي سي عاوزين نجيب الانجل اي بي سي اللي هي الانجل دي كلها. يبقى عشان نجيب الاي بي سي كلها انا عندي هنا دي سنترال اقدر اجيب الانسكرايبد هنقول ميجر اوف انجل اي ايكوال هاف ميجر اوف انجل ام يعني هاف تايم 130 تدينا 65 ديجريز تمام كده وممكن نزود بقى لو عاوزين نكتب الجروب بالستبس انسكرايبد اند سنترال يبقى جبنا دي بكام 65 وانا عندي في الترينجل دي ان السي كلها 50 ودي 65 يبقى اقدر اجيب الانجل بي يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل بي 180 ماينس عندي 50 بلس 65 وتطلع 65 ديجريز. السؤال اللي بعد كده اي بي سي دي از كوادريلاترال انسكرايبد ان سيركل ام والبي ام دي 130 عاوزين نجيب البي سي دي بي سي دي اللي هي الانجل دي ونجيب كمان بي اي دي الانجل دي يبقى كده مطلوب مننا نجيب السي ومطلوب مننا نجيب الاي. اول حاجه انا عندي ميجر اوف انجل سي ايكوال هاف الميجر بتاع الانجل بي ام دي يبقى هتطلع هاف تايم 130 تطلع 65 degrees الريزون ان هما الاثنين inscribed and central subtended by arc اللي هو BAD او BD بس تمام كده جبنا دي قادر نجيب الانجل مين ايه انا عندي دي موجودة يبقى اقدر اجيب الرفليكس بتاعها اللي بره دون يبقى اقدر اجيب measure بتاع الانجل BMD reflex عبارة عن 360 ماينس 130 تطلع 230 degrees تمام كده كده اقدر اجيب الانجل A يبقى زيرفور ميجر اوف انجل A هيطلع الهاف تايم 230 و
وتطلع الإجابة 115 degrees. سؤال number 6 ABC inscribed in circle M والM A والM B are 2 radii in it. Measure في angle MAB 26 والX belong to the arc AB. Find by proof. عاوزين نجيب الأنجل AMB اللي هي الأنجل دي, نجيب الأنجل ACB ونجيب AXB وكمان الأرك ميجر بتاع الأرك AXB. تمام, أول حاجة عشان نجيب الأنجل AMB since إن الـ MA equal الـ MB equal R يبقى therefore MAB equal MBA equal 26 degrees. يبقى therefore أقدر أجيب رقم الـ M عند triangle في 2 angle, يبقى therefore measure of angle M 180 minus 26 times 2 تطلع 128. أنا جبت ديا 128 كده أقدر أجيب C, يبقى therefore measure of angle C half time 128 تطلع 64 ونكتب between bracket inscribed and central subtended by the arc اللي هو AXB أو AB. تمام, يبقى أنا جبت كده جزء وجزء. فاضل الجزء التاني نجيب الـ X. أنا جبت الأنجل ده بكام؟ 128. علشان أجيب الـ X يبقى أجيب السنترال اللي هنا دوت, يبقى أقول 360 minus 128 واللي يطلع divided 2, يبقى أنا كده جبت الأنجل اللي هي X تطلع 116. الجزء اللي فاضل بقى إن أنا أجيب الأرك AXB. أنا جبت من شوية إن الـ M 128 ودي السنترال هي الأرك بتاعها. تمام كده, لو ما طلبش الميجر ده طلب قال الاي بي او الاي اكس بي بس, يبقى مقصود بيه الماينور, يبقى دي 128, يبقى زيرفور اي اكس بي برضه 128. نعيد المساله تاني, عاوز نجيب الام ام اي ايكوال ام بي, يبقى الانجل دي قد الانجل دي 26, يبقى الام 180 ماينس 26 تايم 2 تدينا 128, يبقى زيرفور السي هاف ديا لان انسكرايبد سنترال تطلع 64. فاضل اجيب بقى الانجل اكس, يبقى اجيب السنترال هنا ديا ودي 128, يبقى 360 minus 128 ويطلع عمله divided 2, وفضل الارك ده وان اكس بي هو السنترال ام تطلع 128 degrees. سؤال نمبر 7 بيقول ان opposite figure, عاوزين نجيب الاريا بتاعت السيركل ام. تمام كده, ده اللي مطلوب مننا. انا اللي عندي, انا عندي الانجل ده 30, يبقى اقدر اجيب الانجل ام تطلع twice ال inscribe تطلع 60 degrees. يبقى نقول له measure of angle ام equal twice الانجل A او ميجر اوف انجل A يعني 2 تايم 30 تدينا 60, والريزون سنترال اند انسكرايبد سبتندد باي سيم ارك. يبقى انا جبت ده ب 60, وسنس ان انا عندي واحده 60 وهو اسوس يبقى على طول اكوالاترال, سنس ان الام بي ايكوال الام سي ايكوال ار, وقلنا في انجل 60, يبقى ذيرفور ان الترينجل ده هيطلع ايه, MBC equilateral. وطالما equilateral انا عندي ده 7, يبقى كده الريديوس هيطلع برضه 7, يبقى therefore ان الMB او الR هيطلع 7 سنتيمتر. هو طالب يجيب مني اجيب هنا area. طب هو كان الاريا بتاع السيركل عبارة عن باي R سكوير, الباي ده اللي في المسألة ب 22 over 7, يبقى 22 over 7 تايم 7 بار 2 وتدينا الاجابة 154 سنتيمتر سكوير. سؤال نمبر 8 بيقول لي هنا عندنا سيركل ام ودان الاي 45 ودان البي سي 14 روت 2, وعاوزين نجيب الاريا بتاعت السيركل. عشان نجيب الاريا يبقى لازم اعرف الراديوس. فهنا عندنا ميجر اوف انجل بي ام سي توايس ميجر اوف انجل اي ايكوال 90, والسبب هنا ايه, سنترال اند سكرايب سبتندد باي سيم ارك. تمام كده, هنا بقى عايزين نجيب الريديوس. فهو قال لي هنت في المساله, الهنت ان انا لازم اعمل, قال لي درو بيربنديكولار. تمام كده, يبقى هنرسم هنا بيربنديكولار. لما ارسم بيربنديكولار فانا عندي دوام من الريديوس, فبيعمل ايه في الكورد, بيعمل له بايسكت, بيخلي هنا مثلا سمدين اكس, يبقى الاكس بي قد الاكس سي. انا عندي دي كلها 14 روت 2, يبقى كده اقدر اجيب الجزء ده هيطلع 7 روت 2. انا عندي ديا 90 وطبعا دي 45 ودي كلها 90, ولما عملت ده طبعا دون هنا isosceles triangle وبربنديكولار, يبقى دي برضو 45. تمام, يبقى دي برضو 45 زيها. انا عندي دي 7 root 2, 45 root 45, يبقى دين برضو 7 root 2 زيها لانه بقى isosceles triangle تاني. عندي ديا
45 يبقى هنا central 45 رسمت perpendicular تمام كده السنترال سورتي سوري 90 رسمت بيربنديكولار لما رسمت بيربنديكولار فدي 90 تمام كده وبيعمل بايسكتر الانجل ده يبقى دي 45 ودي 45 هنا 7 روت 2 7 روت 2 كده هجيب الام بي اللي هو الراديوس وفي نفس الوقت هو الهايبوتنس فالراديوس ايكوال سكوير روت 7 روت 2 باور 2 بلس 7 روت 2 باور 2 هيطلع 14 سنتيمتر كده اقدر اجيب الاريا بتاعت السيركل الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير الباي 22 اوفر 7 تايم 14 باور 2 وتطلع الاجابه 616 سنتيمتر سكوير تمام احنا كنا ممكن نجيب الرادياس بكذا طريقه ثانيه انا عندي ديا ورسمت بربنديكولار فعمل بايسكت كنت ممكن اجيب الانجل دي 45 واشتغل زي الترم الاولاني من تريج اجيب ساين 45 او كوساين 45 كده قال لي بعد كده بيقول لي عندي هنا السيركل ام وهنا البي سي 6 سنتيمتر والبي ام 2 روت 3 عاوزين نجيب الانجل بي اي سي وقال لي الهنت هنا هنعمل ايه نرسم بي ام دي بربنديكولار على البي سي هنا علشان اجيب الانجل ايه الانسكرايب يبقى لازم اجيب السنترال ام بي سي هو قال لي الهنت هنرسم هنا بربنديكولار فانا هنا عندي الانجل اللي هي الام بي ودي بقت دي هنا علشان اجيبها ايه اللي موجود ليها موجود الادجيسنت وموجود الهايبوتنس يبقى انا هجيب ايه هجيب كوساين الانجل ام بي دي او ام بي سي اي حاجه فهيطلع 3 اوفر 2 روت 3 هعمل شيفت كوساين الكلام ده زي الترم الاولاني هتطلع الانجل بكام تطلع ب 30 ديجريز يبقى الانجل دي طلعت 30 ديجريز وهنا ديا 90 يبقى ديا 60 يبقى الام كلها عشان ده هنا ايسوسليس فبيعمل بايسكت طالما ميديان يبقى بعمل بايسكت للفيرتكس فدي كلها هتطلع 120 يبقى كده الانجل ايه هاف تايم 120 ادينا كام 60 ديجريز السؤال بعد كده بيقول لي اي بي سي انسكرايبد هنا سيركل ام ودانا الانجل ام 120 عايزين نجيب الانجل ام بي سي يبقى كده ادي جيفن دي 130 ودي 120 ومطلوب اجيب الانجل ام بي سي اللي هي دي اللي مش موجوده فانا هعمل ايه اول حاجه انا عندي ديا دي 120 فدي سنترال وانا عندي الام اي ايكوال الام بي يبقى اقدر اجيب كل انجل من دول تطلع بكام تطلع ب 30 ديجريز وهنا دي سنترال اقدر اجيب دي سوري انسكرايب اقدر اجيب السنترال الهاب بتاعتها تطلع 60 تمام وانا عندي دي اكستيريور انجل فالاكستيريور ايكوال سم اوف تو نون ادجيسنت انتيريور انجل فانا عندي ال 130 عباره عن البي كلها والسي كلها فانا عندي الاثنين دول 30 يبقى 130 سوري الاثنين دول 90 يبقى 130 ماينس ال 90 تطلع الجزء الفاضل كام 40 ديجريز تاني 120 60 هنا دي 30 ودي 30 لان ديا ده ايسوسليس ترينجل والاثنين دول 130 عشان ديا اكستيريور يبقى 130 ماينس 60 بلس 30 تطلع كام 40 واللي مش عارف يستخدم الاكستيريور دي 130 يبقى يجيب دي كلها بكام يجيب دي كلها 50 وعنده ديا 60 يبقى هيجيب دي كلها برضو تطلع 70 تمام ودي 30 يبقى 70 ماينس 30 تطلع كام 40 ديجريز هنلف نلف بس في الاخر ايه تطلع 40 في الاخر السؤال اللي بعد كده ان اوبزيت فيجر اداني سيركل ام والانجل اي ام سي 120 واداني هنا البي اي ايكوال البي اي اللي مطلوب ان انا اجيب الانجل ميجر اوف انجل اي يبقى هادي الجيفن تمام كده الجيفن دي 120 وعندي الاي بي اي ايسوسليس ترينجل فاين ميجر اوف انجل اي الانجل دي نوعها سنترال يبقى اجيب مين اجيب الانسكرايب بتاعتها اللي هي اي بي سي ايكوال هاف تايم 120 ادينا 60 تمام طب ديا طلعت 60 في علاقه بينها وبين الاثنين دول ده هي اكستيريور فبتعمل السام للاثنين دول يبقى كل واحده من دول تطلع بكام تطلع 30 ديجريز نقول مساله تاني ميجر في انجل اي بي سي هاف الميجر في انجل اي ام سي ايكوال هاف تايم 120 بتوين براكت سنترال اند انسكرايب سبتندد باي سيم ارك يبقى دي جبناها ب 60 وسنس ان الانجل ديا ان الانجل اي بي سي اكستيريور للترينجل اي بي اي يبقى زيرفور اي بي سي توايس الانجل اي يبقى زيرفور اي هاف تايم 60 دينا كام 30 ديجريز السؤال اللي بعد كده يوزنج اوبزيت فيجر عاوزين نجيب الانجل اي بي سي الاي بي سي دي كلها
عاوزين نجيب البي سي ميجر، ميجر في ارك بي سي ميجر اللي هو الارك الكبير ده. يبقى اول حاجه هنجيب الانجل ايه، ميجر في انجل ايه، هاف ميجر في انجل ان، يبقى هاف تايم 80 تيتا 40، وهنكتب انسكرايبد اند سنترال سبتندد باي الارك اللي هو مين البي سي. دي بتبص على الارك ده ودي بتبص على نفس الارك ده، لكن دي اسمها سنتر ودي انسكرايبد، فدي هاف دي. تمام، يبقى جبنا دي ام 40. عاوزين بقى نجيب الانجل اي بي سي اللي هي البي كلها. طبعا عند الترينجل ده 1 isosceles since ان الاي بي ايكوال الاي سي، يبقى therefore measure of angle B 180 - 40/2 تطلع بكام؟ 70 degrees. يبقى جبنا المطلوب الاولاني. المطلوب التاني احنا قلنا عاوزين نجيب البي سي بس الميجر اللي هو الكبير دوت، فانا ممكن اجيب الماينر واعمله -360. طب الماينر ده بجيبه ازاي؟ في علاقه بينه وبين السنترال لان الاثنين ايكوال. طب سنس ان ان دي ب 80 يبقى therefore measure of angle ام بي سي برضو هيطلع 80، يبقى therefore measure of arc ال بي سي ميجر 360 - 80 تطلع 280 degrees. السؤال اللي بعد كده ان اوبزيت فيجر اداني الانجل ايه كلها ب 100 والبي اي بارلل للدي سي، طالب مني اجيب الانجل اي ام دي تاني، دول بارلل دي 100. عاوزين نجيب ميجر اوف سنترال، فاينز ميجر اوف سنترال انجل اللي هي الاي ام دي. عشان اجيب السنترال يبقى انا لازم اجيب انسكرايب لو هي ايه موجوده يعني. فسنس ان هنا في بارلل، خدت بقول عليه ان تكون بارلل بيعملوا حرف اليو وده ترانسفيرسال، فالاثنين دول سبلمنتري وانتيريور. يبقى اقدر اجيب الانجل سي 180 - 110 تدينا كام؟ 80 degrees. يبقى therefore measure of angle اي ام دي twice الانجل سي، يبقى 2 تايم 80 تدينا 160، ونكتب ان سنترال اند انسكرايب سبتندد باي الارك اللي هو مين؟ اللي هو الاي دي. السؤال بعد كده بيقول لي سي دي تانجنت، يبقى انا عندي ده تانجنت للسيركل، وقال لي كمان ان السي دي بارلل للاي بي، يبقى ده تانجنت وفي نفس الوقت ان الاثنين دول بارلل، واداني الانجل هنا سنترال دي 120. بيقول لي بروف ان التراينجل سي اي بي تراينجل كبير ده يكون اكوالاترال تراينجل. اول حاجه ميجر في انجل اي سي بي هاف السنترال، يبقى الانجل طلع بكام؟ ب 60. تمام، وانا هنا عندي الاثنين دول بارلل. تمام، يبقى طالما ده وده بارلل يبقى اللي هيحصل يبقى الارك قد الارك، يبقى سنس ان الدي سي بارلل بي اي، يبقى therefore measure of arc دي اي equal measure of arc دي بي. therefore برضو ان الكورد، ممكن نقول الكورد على طول طبعا، يبقى therefore ان الكورد دي اي equal الكورد سوري الكورد سي اي equal الكورد سي بي. طالما هنا كورد قد كورد يبقى triangle isosceles والانجل لين 60، يبقى therefore التراينجل اي سي بي ايكوالاترال تراينجل. سؤال 15، بي سي از الديامتر ان سيركل ام والبي واي كورد ان ات، الاي بلونج تو بي واي وير ان الواي ميد بوينت للبي اي، بروف ان الميجر بتاع الواي ام سي ايكوال توايس ميجر بي اي سي. هنرسم سيركل كده، وهنا الديامتر اهو، هو قال لي الديامتر بي سي، يبقى هنا السنترال ام، وقال لي ان البي واي كورد، ادي البي واي كده كورد، وقال لي الاي بلونج تو بي واي. تمام كده، يبقى هنا هنمد دين كده لان هنا قال لي الواي ميد بوينت للبي اي، يبقى هي تطلع لبره كده، يبقى هنا الاي هنا الديستنس دين ادي الديستنس دين الواي ميد بوينت، قال لي بروف ان الانجل واي ام سي اللي هي الانجل دي توايس الانجل بي اي سي. بي اي سي يبقى هنوصل كده، يبقى انا عاوز اعمل بروف ان دي توايس دي. تمام، انا هنا عندي في هنا دايمتر، فلازم استفاد بالدايمتر. فاحنا عندنا الدايمتر هيبقى هو يعتبر هايبوتنس في تراينجل، يبقى هنوصل الاي سي دي كده، يبقى كده ده هو كأنه هو الهايبوتنس، يبقى الانجل ده بقت ايه 90. واحنا خدنا في تاني اعدادي ده بيربنديكولار. تمام كده، وهنا ديا وميديان في نفس الوقت، وممكن نمسك الاثنين الترينجل دول هنلاقيهم الاثنين دول ايه كونجرام، او على طول طالما ده بيربنديكولار وفي نفس الوقت ميديان يبقى كان ده اكس سيمتري. يبقى كده سنس ان دون السي اي بيربنديكولار على البي اي، وهنا ان السي اي سي سوري سي واي ميديان، يبقى ذيرفور measure of angle E equal measure of angle B. تاني since ان C
واي ميديان والسي واي بربنديكولار على البي اي، يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل بي ايكوال ميجر اوف انجل اي. وفي علاقه بين الانجل سي ام واي والانجل بي، انا عندي ديان سنترال وديان انسكرايب، يبقى سي ام واي توايس الانجل بي، وسنس البي ايكوال الاي يبقى ذيرفور برضو سي ام واي توايس الانجل اي. سؤال 16، اي از ا بوينت اوتسايد سيركل ام، الاي بي تانجنت to circle at B, AM intersect the circle at C و D respectively و measure of angle A 40. عاوزين نجيب measure of angle BDC. ادي هنا عند circle وادي point A outside the circle، ال AB tangent يبقى كده ده one tangent، ال AM intersect the angle at C و D يبقى هنرسم كده، ادي هنا ده central center يبقى هو intersect ال angle at C و D، الانجل A 40 مطلوب مني اجيب الانجل BDC، يبقى الانجل ده هنا مطلوب مني. تمام، هنا خدنا well known problem من الانجل دين 40، ففي علاقة بين الانجل دين والتو اركس دول، هنسمي الارك ده مثلا X والارك ده 1 Y. فهنا عند الانجل 40 دي عبارة عن الارك الكبير X minus الارك الصغير divided 2، يبقى انا كده عرفت ان الارك X measure of arc X minus الارك Y 2 باي 40 يطلع 80 degrees. تمام كده. وفي هنا عند الاثنين دول هنا دين، عشان ده سيمي سيركل لان ده وان السنتر. تمام كده، يبقى انا عندي الاكس بلس الواي برضو 180، ممكن نعمل باي سبتراكتنج او ادي او ادينج مفيش مشكله. لو عملنا باي سبتراكتنج نعمل ده ماينس ده، ده ماينس ده هيتروا مع بعض، واي ماينس ماينس واي هتبقى 2 واي، تطلع ب 100 degrees، منها الواي ب 50، يبقى الانجل تطلع half الواي 25. نقولها بطريقة تانية عشان انت ممكن تغلط في الايه في الايكويجن دي، نعمل ادينج وخلاص، يبقى 2x هيطيروا مع بعض تطلع ده بلس ده 260، يبقى الاكس الواحدة divided 230، يبقى كده عندي الاكس ماينس الواي ب 80، 130 ماينس كام تدينا 80، يبقى كده الواي تطلع بكام؟ تطلع ب 50 degrees. انا عايز اجيب الانجل دي، دي هنا half الارك، يبقى ميجر اوف انجل اللي هي دي المطلوبه مني دي، يبقى half تايم ال 50 تطلع كام؟ 25 degrees. تاني الجبن اللي عندي ده كده كورد وعدى على السنتر دي 40، فهنا دي وول نون بروبلم خدنا الانجل اللي بره دي half الديفرنس بين الارك الكبير والارك ده، مش كده؟ يبقى half اللي هو x minus y تدينا 40، يعني x minus y تدينا 80، وانا عندي ده 1 diameter، يبقى ده سيمي سيركل، يبقى x plus y 180. حليت التو equation مع بعض، ال x 130 انا عايز اجيب ال y دي 130، يبقى ده 50 وده twice day half day تطلع 25 degrees. سؤال 17 بيقول لي ABC is a triangle inscribed in circle M such that AM be 90 وال BMC 130. عاوزين نجيب find the measure of angle of triangle. انا عندي سيركل والسيركل ده فيها ترينجل، ترينجل ده هو اسمه ABC وهنا في ام السنتر. قال لي في المساله ان الاي ام بي 90، ادي اي ام بي دي 90 degrees، وكمان بي ام سي 130، بي ام سي 130، عاوزين نجيب ميجر اوف انجل اوف ترينجل. يبقى انا عايز اجيب التلاته. اول حاجه دي الانجل ده سنترال، يبقى اقدر اجيب السي كلها اللي انسكرايب، half 90 تدينا 45 degrees، دي سنترال 130، يبقى اجيب السكرايب بتاعتها اللي هي الاي half 130 65، دي موجوده ودي موجوده، اقدر اجيب بقى البي 180 minus الاثنين الموجودين دول تطلع 70 degrees. سؤال 18 ان اوبزيت فيجر اي بي كورد والام سي بيربنديكولار، بيقول لي بروف ان الاي ام سي الانجل ده ايكوال الانجل اي دي بي اللي هي اقل الانجل ده. تمام كده، انا ممكن اعمل كونستراكشن هنا، فانا عندي ده ريديوس وده ديوس وده بيربنديكولار، يبقى الانجل ده تمام كده هتطلع هاف الاي ام بي كلها، يبقى كونستراكشن درو ام بي سينس ان الام اي ايكوال الام بي ايكوال ار والام دي بيربنديكولار على الاي بي، يبقى زيرفور الانجل دي قد الانجل، يبقى اقول على طول زيرفور ان ميجر اوف اي ام سي هاف اي ام بي، هسميها نمبر 1، وسنس ميجر اوف انجل
D equal half AM B inscribed to central. D number 2 from 1 of 2 equal AM B AM C equal measure of angle ADB. So number 19, AB chord with CM parallel AB. بقول لي بروف ان الانجل بي اي سوري السايد بي اي السايد دون جريتر زين الاي اي. احنا خدنا في حاجه في ثانيه اعدادي لو عندي تراينجل زي كده اسمه مثلا اي بي سي لو الانجل بي جريتر زين الانجل سي يبقى زيرفور الاي بي سوري لو الانجل بي جريتر زين السي يبقى زيرفور السايد اي سي جريتر زين السايد اي بي والعكس لو السايد جريتر زين السايد يبقى هنا الانجل جريتر زين الانجل ده اللي هنطبقه هنا. هو هنا طالب مني ان اخلي ان البي اي دوت جريتر زين الاي اي فانا لازم اجيب الانجل الاوبزيت للبي اي ديت جريتر زين الانجل اللي هي البي يعني لازم اجيب الاي جريتر زين البي. انا ايه اللي عندي في المساله؟ انا عندي الانجل ديت سنترال وفي علاقه بين الام والانجل بي ان الام توايس البي يبقى زيرفور ان الام البي للزين الام تاني. انا عندي دي سنترال ودي انسكرايب سبتندد باي ارك اي سي يبقى زيرفور ان الام جريتر زين البي لانها توايس وفي علاقه بين الام والاي ان هنا في بارلل فميجر اوف انجل ام ايكوال ميجر اوف انجل اي الترنيت انجلز وسنس ان الام جريتر زين البي يبقى زيرفور ان الاي برضو جريتر زين البي يبقى السايد اي بي جريتر زين الاي اي. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك وشير.